ملخص او نوت لكشر نوت عن الماتلاب، هذا زي ما يسمى الدوسيه، كنا نستخدمها خلال الكورس، وايضا راح تتبع نفس الاسلوب، راح يكون هذا الفايل موجود عندك. ما بعرف اذا في امكانيه انك تطبع هذا هذا اللكشر نوت وتخليه عندك على شكل ورق مش ملف، بحيث انه تقدر تكتب اي ملاحظات على الورقة او على الدوسية هاي، يعني حجم الملف مش كبير او على صفحاته، وان شاء الله مش راح يكلف كثير. هاي المحتويات نفسها اللي كانت في وصف المساق. نبدأ الآن ب المقدمة في الماتلاب. عفوا، برمجية الماتلاب هي برمجية مهمة في الرياضيات وفي العلوم بشكل عام وفي الهندسة، وهو برنامج لعمليات الحسابية وعملية الرسومات. والماتلاب بيحوي عدد هائل من الأوامر الجاهزة الكومنتس. طبعا هاي الأوامر احنا مش مطالبين ان نحفظها، لكن نعرف كيف استخدامها او التطبيق عليها. كمان برمجية الماتلاب هي برمجية قابلة للاضافة او البرمجة، وبالتالي عندي مئات من الاوامر الموجودة مسبقا والوظائف التي يمكن اني اعدل عليها او اوسعها حتى اقوم بمهام او وظائف اخرى. هذا البرمجية أيضا أداة فعالة جدا في حل العديد من المسائل في الرياضيات كاهتماماتنا احنا، خصوصا في الجبر الخطي، التحليل العددي، المعادلات التفاضلية، الإحصاء وهكذا. في كثير تطبيقات كبيرة جدا للماتلاب. الآن حتى أبلش أشغل برمجية الماتلاب في الويندوز، بدي أضغط على هاي الأيقونة زي ما شفنا في الفيديو السابق كيف نزلنا هاي البرمجية. الآن من الديسكتوب على الأيقونة هاي دبل كليك حتى أشغل البرمجية. هاي صفحة الكوماند. الآن ممكن تطلع معاك نوافذ جانبية، الآن بإمكانك إنك تسكرها من الإكس بحيث إنك تحتفظ بالشاشة الرئيسية اللي اسمها الكوماند ويندوز. هون راح يكون شغلنا، كتابتنا للأوامر و قراءتنا للنتائج. الآن كيف بسكر الماتلاب إذا خلصت شغلي؟ حتى أسكر الماتلاب في عندي عدة خيارات، ممكن من خلال كلمة في الفايل الموجودة في الماتلاب، من هون فايل exit ماتلاب راح يسكر الماتلاب معك. الآن في طريقة ثانية، خلني أرجع أشغله مرة ثانية. ممكن من خلال تضغط على كنترول كيو، لما تضغط على كنترول مع كيو، حرف كيو راح يسكر، او بتكتب كلمة اكزيت او بتكتب كلمة كويت على عند المؤشر هذا. لو كتبت كلمة كويت وضغطت انتر راح تسكر معك برمجية الماتلاب. يمكن برضو الطريقة الاسهل او الاسرع انه لاغلاق برمجية الماتلاب اللي هي من خلال هاي الاكس اللي هون كلوز، بيسكر معك الماتلاب. نرجع للدوسية الان. الان في عندك على الكيبورد، اذا انتبهت على الكيبورد عندك، سواء موجودات عندك على الكيبورد الرئيسي او الجانبي، في عندك مجموعة اسهم، في سهم للاعلى للاسفل اليمين لليسار. هاي راح نشوف اهميتها لقدام. بشكل عام السهم للأعلى بيستدعي لك الأوامر اللي كتبتها، يعني إذا كان في مجموعة أوامر سابقة تم كتابتها بالسهم الأعلى، هاي مجموعة أوامر سابقة، هاي قاعد بحرك السهم للأعلى أنا أو للأسفل حتى أدور على أمر سابق استخدمته أثناء شغلي، وبالتالي بقدر أستفيد من جملة كتبت سابقا وبقدر أعدل عليها. الآن السهم اليمين واليسار اللي هي حتى تتحرك ضمن الأمر، مثلا هذا الأمر لو بدك تعدل عليه، فلاحظ بقدر باليمين أو اليسار بحرك السهم وبقدر أغير الأمر بما يتناسب، مثلا أفرع
المسألة. وزي ما حكيت لك هاي الأسهم لقدام راح نشوف يعني استخداماتها أو ميزتها، أنها بتوفر علي جهد. يعني إذا كتبت أمر سابق أنا واحتجته في الفرع الآخر مثلا، سواء كان نفس الأمر أو تعديل بسيط عليه، فبدل ما أرجع أكتبه من جديد بقدر بالسهم أرجع له. وأعطيك كمان ميزة ثانية، إذا كنت متذكر بداية الأمر مثلا، لو كان الأمر بيبدأ بحرف الأف بإمكانك تكتب حرف الأف، وبالتالي راح يصير يعرض لك فقط اللي الجمل أو الأوامر اللي بتبدأ بهذا الحرف مثلا. هاي مجموعة أوامر كلها بتبدأ بحرف الإكس، وبالتالي بنحصر عندي عملية البحث، بدل ما أصير أبحث على جميع الأوامر اللي صرت كاتبها أدور تدوير عليها. إذا أني عارف بداية الجملة أو الكومند، بقدر أكتب أول حرف منه، وبعد هيك بستعرض من خلال السهم للأعلى والأسفل، والماتلاب بيعرض فقط اللي بديت فيه. الآن ننفذ مجموعة أوامر بهذا الشكل، عمليات حسابية بسيطة، لأنه حاليا الماتلاب إحنا ما أخذناش مجموعة أوامر إلها. فلو جربت أنت على الماتلاب تجري مجموعة عمليات حسابية، زائد ناقص ضرب والأس والقسمة. طبعا الزائد والناقص أتصور أنهم معروف وين أماكنهم على الكيبورد، وكذلك الضرب والقسمة. الأس موجود عندك على الكيبورد على رقم 6، بس بدك تضغط على شيفت، يعني شيفت مع 6 بعطيك رمز الأس. فمثلا لو طبقت هاي 3 زائد 2 واضغط انتر، راح يعطيك اي ان اس اللي هو اختصار للانسر، اللي هو ناتج هاي العملية. 3 تقسيم 5 وانتر، هذا ناتج العملية الحسابية. وراح نحكي لقدام عن شكل المخرجات. لاحظ ان المخرجات اطلع لك اياها على شكل 4 خانات عشرية، مثلا 1 تقسيم 7 راح يعطيك اول 4 خانات عشرية من الناتج. هذا الشيء راح نتحكم فيه لقدام، راح نحكي عنه لقدام اذا بدي عدد خانات اكثر من الاربعة. والاربع خانات هي الديفولت او اللي مبرمج عليها الماتلاب، انه يعطيك نواتج لحديت 4 خانات عشرية. هذا الاشي راح نقدر نتحكم فيه او نغيره لقدام. نجرب الاس مثلا، 3 شيفت مع 6 بعطيك رمز الاس. لاحظ هاي رمز الاس، 3 اس 4 اللي هي 81، وهكذا. هاي مجموعة عمليات حسابية أساسية. هاي العمليات اللي هي الستار والقسمة السلاش والأس، الهات اللي هي تعني عملية الضرب، والقسمة والأس. لأن عملية القسمة المائلة بهذا الشكل اللي هي موجودة عندك على الكبس اللي بجنب حرف الزد على الكيبورد، هاي تعني العملية العكسية للقسمة. بمعنى احنا بنقسم، نكتب هاي 1 تقسيم 2. لاحظ في فرق بين السلاش هاي والسلاش هاي، الرمز المائل اليمنى. احنا راح يكون اعتمادنا على هذا السلاش اللي هي غالبا موجود على الكيبورد الجانبي عند الارقام، او ممكن تلاقيها على حرف الظ على الكيبورد الرئيسي. فعملية القسمة A سلاش B تعني A في البسط و B في المقام، اللي نكتبه من اليسار أولا بالإنجليزي هو يعتبر البسط، واللي بعد إشارة القسمة هو المقام. زي ما حكيت، لاحظ إنه الناتج يتخزن في متغير بيسموه أنس أو يسمى أنسر A N S. أي ناتج عملية حسابية بنعملها مباشرة بيطلع لي الأنسر يساوي كذا. برضو هذا راح نحكي عنه لقدام شوي، وبرضه راح نحكي كيف ممكن نغير هذا الشيء وما يطلع الناتج ضمن مسمى آخر غير الانسر. لأنه في عندي مجموعة جمل ثانية، العمليات الحسابية الضرب والقسمة والأس. لو ضفت الدوت أو النقطة قبل العملية الحسابية، والنقطة موجودة في مكانين عندك، اللي هي على الكيبورد الجانبي عند جنب الصفر، في عندك كبسة الديليت عليها دوت نقطة، أو على حرف الزا
في عندك النقطة، هاي هي الدوت. في العمليات الحسابية على الأعداد ما فيش فرق، خلينا نشوفها هون نطبقها. يعني احنا حكينا قبل شوية 3 قسمة 5 أعطاك الأنسر 6 بالعشرة. لو كتبت أنا 3 دوت قسمة 5 برضو راح يعطيني الأنسر 6 بالعشرة، ونفس الناتج السابق، فما أفرق معه. 3 دوت شفت مع 6 اللي هي الأس 4، 3 أس 4 أيضا أعطاك الناتج 81. فهذول العمليات الضرب والقسمة والأس لما نتعامل مع أعداد ما فيش فرق بين إني أكتب إشارة الضرب أو الأس أو القسم مباشرة أو إني أسبقها بالدوت. فوجود النقطة قبل إشارة الضرب أو القسم أو الأس لا تغير في ناتج هذه الأمثلة، وذلك لأن هذه العمليات وجدت للتعامل مع الأعداد اللي هي الأس والقسم والضرب، وبالتالي ما فيش داعي إني أحط مع هاي العمليات لما أتعامل مع أعداد. بينما لما نيجي في الشابتر الثاني نحكي عن المتجهات والمصفوفات، راح يصير في فرق بين معنى A ضرب B A ستار B أو فرق بين A دوت ستار B. هذا في الشابتر التالي راح نحكي عنه. في عندي مجموعة ملاحظات هون. الآن إذا بديت أي جملة بإشارة البيرسنت، إشارة النسبة المئوية، وهي موجودة عندك على الكيبورد إذا بتلاحظها، اللي هي على الرقم 5 على الكيبورد الرئيسي، بس بدها شيفت، يعني شيفت مع 5، هاي بتكتب إشارة البيرسنت أو النسبة المئوية. إذا كتبتها في سطر الكوماند في الماتلاب، هذا الماتلاب ما راح ينفذها، بمعنى راح يعتبرها جملة ما إلها معنى. خلينا نجربها. مثلا هاي شيفت مع 5، هاي اشارة البيرسنت عندك 1 زائد 2، واعطيته انتر، ما راح يعمل اشي الماتلاب. هذا بيدل على انه ما اعتبرها اي عملية حسابية لانه بديتها باشارة البيرسنت. بينما لو كتبت 1 زائد 2 واعطيت انتر، راح يعطيني الانسر تبع هاي الجملة. فاي جملة معترضة بدك تكتبها ضمن الملف او البرنامج تبعك، ما بدك البرنامج انه يقرأها او ينفذها، بتسبقها بإشارة البيرسنت شيفت مع 5. الملاحظة الثانية، اذا انهيت اي جملة حسابية بفاصلة منقوطة، وهي الفاصلة المنقوطة موجودة عندكم على حرف الكا في الكيبورد الرئيسي بدون شيفت، فالماتلاب راح ينفذها لكن ما راح يعرضها على الشاشة. خلينا نجرب سواء هاي الجملة او جملة أخرى. مثلا لو كتبت 4 ضرب 5 وحطيت إشارة الفاصلة المنقوطة وضغطت انتر، ما عمل إشي. بس في فرق بين هاي الجملة والجملة السابقة، هاي الجملة إذا بلش بإشارة البيرسنت معناته هاي ما بينفذها على الماتلاب، بينما هاي فعليا نفذها ولكن ما عرضها. فإذا كانت الجملة تنتهي بالفاصلة المنقوطة، هاي تعني نفذ لكن لا تعرض على الشاشة. هاي راح نيجي لقدام استخداماتها. يعني مثلا بدي اعمل مجموعة عمليات حسابية لكن انا بهمني الناتج النهائي في اخر خطوة، فمثلا ممكن الخطوات السابقة ما استعرضها او ما اخليه يعرضها على شاشة التنفيذ، فقط الخطوة الاخيرة اللي تهمني. يعني أعطيك مثال لقدام ممكن يمر معانا. لو كان عندك حاصل ضرب اقترانين أو قسمة مع ضرب مع أسس، وكان السؤال بيحكي عن إيجاد قيمة المشتقة الخامسة مثلا عند عدد معين، فممكن أنا اللي بيهمني من هذا السؤال مثلا إنه قيمة فقط المشتقة الخامسة عند العدد المطلوب مني، وما بتهمني فعليا اني انقل او اشوف المشتقة الخامسة. فممكن جملة الاشتقاق للاقتران اللي هي المشتقة الخامسة احكي للماتلاب نفذها لكن لا تعرضها على الشاشة لانها بتهمنيش ولا راح انقلها. ولما يكون الاقتران مكون من حاصل ضرب وقسمة واسس، راح تطلع المشتقة الخامسة
كبيرة جدا أو طويلة جدا، فما فيش داعي إني أشوفه على الشاشة، فبإمكاني إنه أحط في نهاية الجملة التنفيذية فاصلة منقوطة بمعنى نفذ لكن لا تعرض. وبهمني بعد هيك مثلا إنه أعمل عملية التعويض في الاقتران، هذا الناتج بدي أخلي الماتلاب ينفذه ويورجيني إياه. لأن شو اللي بيأكد لنا إنه فعلا الماتلاب نفذها هاي الجملة لكن ما عرضها؟ لاحظ في الخطوة السابقة أنا عملت عملية حسابية 1+2 وطلع لي الأنسر تساوي 3 اللي هو ناتج هاي العملية الحسابية. الآن لو حكيت للماتلاب ورجيني إيش جوا الأنسر، بدي أكتب له ANS وأضغط إنتر، هيك عملية استدعاء أو إني أشوف شو محتويات هذا المتغير اللي اسمه ANS. هي في هاي اللحظة كانت 3، لكن بعد ما كتبت هاي الجملة 4 ضرب 5، لاحظ لما اضغط انتر اعطاني الناتج 20، بمعنى انه هاي الجملة فعلا نفذها لكن ما عرض لي اياها لانه انا انهيت الجملة بفاصلة منقوطة. الجملة الثالثة والملاحظة الثالثة، في عندك امر اسمه CLC، هذا بمسح لك شاشة الاوامر وبرجع لك الصفحة فاضية، ويعني انا استخدمتها قبل شوي فعليا. يعني مثلا انهيت مسألة معينة وخلاص بدي ابدأ المؤشر من فوق، ما بقدر لو حطيت المؤشر هون بالماوس، لكن هو فعليا قاعد مو المؤشر موجود في هذا المكان فعليا. هيو ومضى للمؤشر، فجرب مثلا CLC واضغط انتر راح يمسح لك الشاشة هاي كأني مسحت اللوح يعني، وأحط لي المؤشر في الموقع الأعلى. أنا بدي أبدأ شغل جديد وبالتالي بدي أفضي الشاشة اللي عندي. هاي 3 ملاحظات عندنا. إشارة البيرسنت إذا بدأت الجملة فيها تعني إنه لا تنفذها، إذا انتهت الجملة بفاصلة منقوطة معناه نفذها لكن لا تعرض النتيجة على الشاشة، والأمر CLC حتى تمسح شاشة الأوامر كاملة. لان نجي نحكي عن المتغيرات في الماتلاب. متغيرات في الماتلاب، احنا المتغير الوحيد اللي حاليا ظهر معانا اللي هو اسمه ANS. ANS بيعرض لك اخر نتيجة حصلت عليها، يعني تجربة اخرى 7 ناقص 10 واضغط انتر بعطيك الانسر ناقص 3. 5 تقسيم 2 وفاصلة منقوطة، هاي انتر نفذها لكن ما عرضها، والدليل انه لما ارجع استدعي الانسر مرة ثانية راح يعطيني ناتج 5 تقسيم 2 اللي هي 2.5، وانمسحت القيمة هاي من المتغير اللي اسمه انسر. عشان هيك انا بحاجة اني اتعلم او احكي او ادرس عن المتغيرات في الماتلاب، لانه المخزن انسر ويبدو انه او واضح انه بخزن آخر أو آخر ناتج عملية حسابية تمت، وبمسح من القيم السابقة اللي تمت. يعني في هذا المكان كان الأنسر 20 اللي هي ناتج آخر عملية حسابية عملناها. بعد هيك إذا عملت عملية حسابية أخرى راح يتغير هذا الأنسر ويحمل القيمة الجديدة. ورجعت حسبت عملية حسابية أخرى أيضا اللغة القيمة السابقة وبتخزن الآن القيمة الجديدة. لأن هذا المتغير اللي اسمه ANS هذا موجود ضمنيا في الماتلاب، راح نشوف كيف عملية اني اعرف متغير انا بالاسم اللي انا بدي اياه، ونشوف ميزات او شروط اسم المتغير. لأن اسم المتغير في الماتلاب ممكن انه يتكون من 63 رمز، وهذه الرموز هي الاحرف الـ A capital إلى Z capital أو الـ A small إلى Z small. كذلك أي اسم متغير ممكن يحوي لي على الرقم من 0 إلى 9، وممكن أستخدم إشارة التسطير الصفرة اللي هي الأندرسكور، وهي الأندرسكور اللي هي بتقدر تحصل عليها من خلال شيفت مع ناقص اللي موجود على الكيبورد الرئيسي اللي بجنب الكبسة اليساوي على اليسار. في عندك شحطتين، الكبسة المباشرة بتعطيك إشارة الناقص، العملية الحسابية ناقص، بينما شفت مع هاي الكبسة بتعطيك إشارة الأندرسكور. هذا رمز مسموح إنه يقع أو يتكون منه اسم المتغير.
لان الاشي اللي مش مسموح فيه في الماتلاب بالنسبة للرموز انه لازم يكون اول الرمز في المتغير لازم يكون حرف، بمعنى انه مش مسموح ابدأ اسم المتغير بعدد ولا بالشرط الصفر، لازم يكون حرف سواء من عائلة الـ A capital او الـ A small الى Z capital Z small، لازم ابدأ بحرف، لأن لا يجوز أني أستخدم السبيس أو الفراغ ضمن اسم المتغير. الماتلاب يميز أيضا بين المتغير اللي بيحوي أحرف كابيتال كبيرة أو الأحرف الصغيرة سمول لتر، فمثلا لو كتبت اسم المتغير AA هذا مقبول في الماتلاب لأنه ما تجاوز 63 رمز، واستخدمت من ضمن هاي الأشياء المسموح فيها اللي هي الأحرف والأرقام والشحطة السفلى، وما استخدمت السبيس فيه. لكن لو كتبت A small A capital هذا الماتلاب راح يعتبره متغير مختلف تماما عن هذا، بمعنى آخر أن الماتلاب بيميز بين الكابيتال والسمول، أيضا A capital بعدين A small هذا متغير مختلف عن البقية، A small A small هو متغير آخر مختلف عن البقية، هي أسماء لأربع متغيرات مختلفة. الآن في عندي مثال على متغيرات مقبولة في الماتلاب R2D2 بشحطة سفلى D، هاي أسماء مقبولة في الماتلاب، السبب إنها ما خالفت هاي القيود أو الشروط اللي مذكورة هون. بينما عندي هاي مجموعة أسماء غير مقبولة في الماتلاب، مثلا الخلل في هاي التسمية هي إشارة الناقص، لا يسمح أو غير مسموح إنك تستخدم إشارة الناقص، مسموح لك تستخدم إشارة الأندرسكور. هذا أيضا متغير غير مقبول لأنه بدأ برقم لازم يبدأ بحرف، لأن هذا المتغير أيضا غير مقبول لأنه حوالك أو بيحتوي على رمز مختلف عن المسموح فيها، إشارة الأس دولار ساين اللي هي شيفت مع أربعة، هذا رمز غير مسموح. الرمز الوحيد فقط اللي مسموح من الرموز الخاصة في الماتلاب هي الاندرسكور الشحطة السفلى، ايضا هذا متغير غير مقبول لانه بدأ بالشحطة السفلى، لازم يبدأ بحرف وبعد هيك اكتب اللي بدك اياه في اسم المتغير من ضمن الاي كابيتال اي سمول الارقام والشحطة السفلى. ناخذ مثال بسيط على هاي المسائل، هاي من المسائل اللي ممكن تسأل عنها، انه اي من الاسماء التالية يجوز استخدامها كاسم متغير او لا يجوز مع ذكر السبب. فمثلا هذا المتغير او الاسم هذا غير مقبول، والسبب هو انه بدأ بشحطة سفلى. هذا ايضا متغير غير مقبول لانه بدأ بعدد يجب ان يبدأ بحرف. هذا غير مقبول لانه بيحتوي على سبيس او فراغ، لا يجوز استخدام الفراغ أو السبيس ضمن اسم المتغير. هذا المتغير صحيح ولا مقبول ولا غير مقبول؟ هذا مقبول لأنه بدأ بحرف واستخدم الأندرسكور وحوالك على عدد، وهو من الأشياء اللي مسموح فيها، فهذا مسموح. فهاي الثلاث أمثلة الأولى لا يجوز استخدامها كأسماء متغيرات، بينما الأخير يجوز لأنه ما خل بالشروط اللي عندنا هون. لأن إذا أنت كتبت اسم متغير ما كنتش معرفه مسبقا في الماتلاب راح تعطيك إشارة error أو إشارة أنه في عندك إشي غير معرف undefined function or variable. خلينا نشوف على الماتلاب ونجرب بعض هاي الأشياء. خليني أمسح الشاشة في البداية، هاي CLC. مثلا ممكن اكتب x تساوي 3، لان x تساوي 3 لان صار في عندي مخزن غير المخزن الاصلي اللي موجود دائما اللي هو ans، صار عندي مخزن او متغير اسمه x وخزنت فيه القيمة 3. لان في اي لحظة بستدعي هذا المتغير x، لو كتبت x لحالها وضغطت انتر راح يعطيني شو محتوياتها، لو كتبت مثلا x زائد 5 الماتلاب راح يروح على الاكس يلاقي مخزن فيها 3، فهي بيعتبرها زي عملية تعويض، 3 زائد 5 راح يعطيني 8. لأن ملاحظة هنا ليش أعطاني answer؟ السبب لأنه ما سميت هذا الناتج باسم،
عملية تسمية المتغير هي بكتابة اسمه ضمن الشروط اللي ذكرناها سابقا، بعدين إشارة مساواة، بعد إشارة المساواة العملية الحسابية المطلوبة. فمثلا هاي الجملة لو رجعت سميت مثلا R تساوي X زائد 5، وهاي انتر، الآن أعطى أيضا نفس الناتج، لكن الاختلاف إنه صار الناتج هذا مخزن في المتغير أو المخزن اللي اسمه R. فهي عملية تسمية أو كتابة أسماء المتغيرات ضمن المواصفات. طبعا ما راح يكون في حاجة لكتابة اسم متغير بمكون من 63 رمز، أكيد يعني غالبا الأسماء اللي بنستخدمها هي إكس واي تساوي إكس واحد تساوي إكس اثنين تساوي، وهكذا رموز بسيطة لتسهيل التسمية. لأن الملاحظة الأخيرة اللي حكيناها إنه إذا كتبت متغير مش معرف مسبقا، مثلا لو كتبت، خليني أمسح لك الشاشة، سي ال سي، لو كتبت مثلا واي وضغطت انتر راح يعطيني انه هذا المتغير undefined، غير معرف، undefined function or variable y، هذا variable غير معرف. لكن لو سميت الان y اسم المتغير، اشارة يساوي، وكتبت اي عملية حسابية، راح ناخذ لك قدام عمليات حسابية اخرى. مثلا لو كتبت 9 اس شفت مع 6، 9 أس 2 راح يعطيني واي تساوي 81. فناتج هاي العملية الحسابية اعملها الماتلاب وخزنها في المتغير واي. الآن مثلا سؤال بدي أسألك، لو كتبت مثلا زد تساوي 5 ضرب 6 وحطيت فاصلة منقوطة وضغطت انتر، باعتقادك ايش اللي راح يصير؟ مثال آخر ما راح انفذه، انا بدي تجربوا انتم تنفذوه. لو كتبت مثلا اي تساوي، او شيفت مع 5، اي تساوي 4 تقسيم 8 وضغطت انتر، شو راح يصير هون؟ فهذول سؤالين جرب انت نفذهم وجاوب على هذول السؤالين اللي طرحتهم الان. طيب ممكن نكتفي ب لحد هذا المكان، ومنكمل المحاضرة القادمة إن شاء الله. يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم.